سيدي السكرتير العام، حين كنت نائب رئيس الولايات المتحدة كان لدي شرف التواجد في كونغرس الولايات المتحدة، وأن حين أعطاني الرئيس كلينتون الكلمة في أحد المناسبات، وحين كنت مواجها للكونغرس، وحين بدأ الرئيس كلينتون في إلقاء الخطبة حدث أنه كان معه الخطاب الخطأ، لذا أعطيت الكلمة لهيئة العاملين، وحدث نوع من التأخر لعدة دقائق. السيدات والسادة، سوف أحضر الجهاز الخاص بتحريك الشرائح هنا، وسوف نبدأ في عرض المبادرة الخاصة بسباق المناخ. Okay, well, you're not the only one with a glitch this morning, Mr. Secretary General. Oh, it's where? Oh, it's on the computer. Okay. نعم، إنه على جهاز الكمبيوتر. حسنا. We've had no rehearsals, so. لم نجري البروفات اللازمة. السيدات والسادة، هذا صباح مهم جدا بالنسبة لكم ولي لإطلاق مبادرة سباق المناخ. سوف أبدأ بعرض الشرائح. هذه هي صورة الأرض. نحن من يسبب أزمة المناخ من خلال إطلاق 162 مليون طن من الكربون في الهواء. إننا أمام مشكلة كبيرة. نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وهناك غازات الاحتباس الحراري التي تسبب التلوث، وهي تتراكم، وهذه الغازات تقوم بحبس الحرارة، وهي تساوي الحرارة الناجمة عن قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة. هذه هي الطاقة الناتجة عنها. هذه الطاقة الناتجة عن الغازات الدافئة، إن مصادر التلوث المؤدي لغازات الاحتباس الحراري متعددة، سواء في مجال الصناعة أو الزراعة، ولكن الجزء الأكبر هو حرق الوقود الأحفوري، ويمكن أن ترى أن هذا التراكم قد تسارع بعد الحرب العالمية الثانية. وانظروا إلى الجانب الأيمن هنا، سوف ترون أن هناك أجزاء بسيطة حدث فيها انخفاض، وهذا كان بسبب الجائحة، حيث حدث انخفاض في تلك الغازات بنسبة 7%. ولكن كل هذه الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، وهذا بدأ منذ عام 2002 واستمر على مدى 8 أعوام الماضية. منذ شهران وفي سبتمبر وفي اجتماع الأمان العام للأمم المتحدة، قال لنا السكرتير العام أن موجات الحرارة والفيضانات في باكستان والجفاف الذي حدث، كل هذا يعتبر هو الثمن الذي تدفعه البشرية نتيجة استخدام الوقود الأحفوري. أصبحنا نعاني من موجات حرارة غير مسبوقة لم نعهدها من قبل، وهذا مثل ما حدث في الصين هذا العام. وصلنا إلى درجة 53 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مرتفعة جدا. هذا أحر سمر تم تسجيله في أوروبا،
هذه هي المناطق الخاصة التي تأثرت، وهناك استمرار للتداعيات، وهذه المناطق كما ترون تأثرت بسبب حجمها الكبير. حدث هناك زيادة في عدد اللاجئين بسبب المناخ، وهناك نسبة 93% من هذه الحرارة كانت منحبسة داخل المحيطات، ولهذا فإن هذه الأراضي الزراعية في دلتا النيل التي كانت أكثر المناطق خصوبة، هذه الأراضي أصبحت أرض مالحة لأن مستوى البحر ارتفع، وبالتالي زادت ملوحة التربة، وإذا نحن بصدد كارثة. أيضا هذا أدى إلى زيادة الأعاصير و الكوارث التي كان أصبحت أكثر دماراً عن ذي قبل، وهذا ما حدث في الجزء الجنوبي من بلادي في فلوريدا، ولأن المحيطات أصبحت أكثر احتراراً فإننا أصبحنا بصدد ما يسمى القنابل المطيرة، وهذا في نيجيريا منذ 3 أسابيع حدث نزوح لمليون وثلاثة من عشرة شخص بسبب المناخ والتغيرات المناخية. إذن حدث أيضا في بعض المناطق الخاصة بجزر المحيط الهادي العديد من الظواهر المناخية العنيفة، وهذا انظروا إلى هذا الجسر قبل وبعد الفيضان، هناك كميات ضخمة من الأمطار التي انهمرت، ويمكن أن نرى هذه الآثار التي تأثر بها 30 مليون شخص، وكانت هناك عديد من الوفيات. كان أو هذه التغيرات المناخية أودت بحياة 50 شخصا، وتقول شركات التأمين أن هذه الكوارث المرتبطة بالمناخ ازدادت في العقد الأخير، وهذا كلف حوالي تريليون دولار. وهذه الحرارة الزائدة تؤدي إلى زيادة أيضاً العوامل التصحر، وهذا حدث في الصين والتي شهدت أكثر وأسوأ فترات الجفاف في التاريخ. هذه الدولة بالكامل تأثرت بالتصحر، وفي ألمانيا أيضا وفي إيطاليا، ونهر الميسيسيبي في الولايات المتحدة، ونهر اليانغستي في الصين. هذه المناطق أصبحت أكثر جفافا من ذي قبل، ويمكن أن نلاحظ أن تكلفة الكربون كما يبدو لنا أصبحت كبيرة ومكلفة. هذا هو التهديد الأول الذي يهدد الاقتصاد العالمي، ولكن هناك أخبار جيدة، هناك نقطة تحول، لدينا حلول قيد أيدينا، حيث أننا لدينا الطاقة الشمسية، وهذه الطاقة يمكن استخدامها اقتصاديا. وفي العام الماضي تم توليد طاقة شمسية، كان هناك نسبة 90% من الطاقة في بعض المناطق طاقة متجددة، وأصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتميز بسعر منخفض عن ذي قبل. عن 5 سنوات سابقة الشمس والرياح تقدم حلولا رخيصة من مصادر الطاقة الأخرى، وفي مصر رأينا هذه الإمكانيات.
هناك إمكانية لاستخدام الطاقة المتجددة، ويمكن أن نضاعف مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 400 ضعف مما هي، وهذا ممكن يؤدي إلى خلق وظائف. ولكن هناك فجوة تمويلية، نحتاج كميات ضخمة من الأموال في أفريقيا، ولهذا هناك انتباه كبير في هذا الكوب لتغير هذا النظام المناخي وهذه الأنظمة الخاصة بالطاقة أيضا. هذا هو الأمر المتعلق بالتخفيف، ولكن إذا يمكن أن نرى هنا هذا الأمر يجب أن نتغير. انظروا إلى دور التمويل الخاص الذي يتم تقديمه لأنظمة الطاقة المتجددة في كندا. هناك 96% موجه لأفريقيا، وأيضا نحتاج المزيد والمزيد من التمويلات التي توجه إلى أفريقيا، لأن هناك الكثير الذي يجب أن يتم توجيهه للدول النامية. نحن الآن نتحدث عن السؤال: لماذا يجب أن نقلل الانبعاثات، ومن أين تأتي الانبعاثات؟ هذا النظام وهذه الأشواك التي ترونها تشير إلى التلوث ومصادر التلوث المتعددة. هناك العديد من المؤسسات، وأنا أتشرف أن أكون جزءاً منها، ولدينا أكثر من 100 منظمة أخرى تشارك في هذا العمل، ونحن ندعو المزيد لكي يلتحقوا بنا ويقدموا أفكارهم وبياناتهم. هذا عمل دولي مستقل. لدينا فريق متعاون على مستوى علمي عالي جدا. لدينا مخزون من البيانات والمعلومات وكل وقطاعات مختلفة وأكبر الموارد. هناك لدينا حوالي 20 قطاعا و20 قطاعا فرعيا أيضا، وكل هذه الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري التي تم توليدها في المئة عام الأخيرة يجب السيطرة عليها ويجب قياسها بشكل متعدد. شكرا جزيلا. إذن نحن نسعى لوجود تحالف بين العديد من المؤسسات، وأيضا لدينا سؤال يجب أن نسأله: كيف يمكن أن يتم ذلك؟ نحن ننظر إلى الملاحظة والاستشعار عن بعد، والذي يسمح لنا بأن ننظر إلى الإمكانيات والتسهيلات وأن نرى أي من تلك التسهيلات يمكن تطبيقها على كوكبنا. إذا ما ترونه هنا هو أنه أمر متاح للجميع وليس مقصورا على دولة واحدة. لدينا هنا أمثلة حول طريقة عمل هذه التكنولوجيات. هذه التكنولوجيات جميعها تدار بطرق محددة، ويمكن أن نرى هنا كيفية التعامل مع قضية الاحترار وما هي الخوارزميات التي تم استخدامها. أولا يجب علينا، وكما نرى، لماذا ننظر إلى الحرارة والاحترار باعتباره هو السبب الرئيسي في التغير المناخي في هذا القطاع الخاص. إذا ما فكرنا حول الإجراءات التي يجب استخدامها، فإننا سنستطيع أن نجد الطرق المختلفة المناسبة. لدينا فريق من الخبراء من مؤسستين الذين يقومون بعمل الأبحاث حول الانبعاثات، و وهذا يتعامل مع المكونات الخاصة بتكوين غازات الاحتباس الحراري وما نوع الانبعاثات التي تحدث. وهذا يسمح لنا أن نقوم بعملية قياس دقيقة لنسبة الانبعاثات وما هي الحرارة التي يمكن أن نراها. إذا ما نظرنا هنا إلى هذا الشكل في عام 2020 يمكن أن نرى أن هناك انخفاض
انخفاض في درجات الحرارة أو انخفاض في الحرارة المنبعثة، ولكن حدث هناك انخفاض بنسبة 50%. وإذا ما تذكرتم البيانات الخاصة بوكالات الأمم المتحدة حول الفجوة التي تسببت فيها الجائحة، فإن هذا لدينا صورة حول ما قبل الجائحة، حيث كان تم قياس الانبعاثات الطبيعية، وعندما حدث الإغلاق الناجم عن الجائحة نستطيع أن نرى التأثير الكبير الذي نتج عن تقليل الانبعاثات الحرارية. وقمنا بعمل ذلك في كل القطاعات. على سبيل المثال، نحن إنما نظرنا إلى الصورة على اليسار فإنها توضح استطعنا من خلالها أن يكون لدينا صور واضحة. يمكن أن تشاهدون البخار الذي ينبعث من هذه الأجزاء، ولكن تم وضع مجسات على الأرض لقياس نسبة الانبعاثات، ومن خلال هذا يمكن أن نلاحظ سواء ما كانت الانبعاثات منخفضة أو مرتفعة، وهذا باستخدام أيضا مجسات فضائية، ويمكن من خلال استخدام هذان النوعان من المجسات أن نقيس نسبة الانبعاثات. إذن لدينا بيانات أقمار صناعية مفتوحة، ونجمعها مع البيانات المتاحة من خلال مئات من المؤسسات العلمية وعشرات القراءات ومئات القراءات التي تقدمها المجسات. إذن الشيء الآخر الذي قمنا بفعله هو أننا قمنا بعمل من خلال كل المنظمات ويشمل المحيطات، وكان هناك عمل على كل منظمة أن تقوم به في القطاع البحري، وأنا كنت معني بانبعاثات البترول والغاز، وعدد من المنظمات كانت معنية بأشياء أخرى. أعتقد كل منظمة شاركت في هذه القطاعات. لدينا 7 قطاعات لدينا منهجية أساسية، وتم عمل تدريب على الأرض حول هذا الشأن. إذن يمكن ملاحظة السبب من وراء وضع مجسات في الفضاء. هذه الشريحة توضح أننا نستطيع أن نقيس نسبة الاحترار في المحيطات. يجب أن نستخدم آليات الذكاء الاصطناعي لقياس نسبة الاحترار الذي يأتي من أماكن مختلفة، وكذلك الطبقات المختلفة، ويتم جمع كل هذه البيانات من مصادرها المختلفة ووضعها في خوارزمية معينة. وبدأنا في النظر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكانت هناك إشارات تم تقديرها وتقييمها فيما يتعلق بالانبعاثات. ويمكن أن تروا هنا على هذا الشكل أننا استخدمنا أكثر طرق فاعلية لقياس هذه الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون، وهذا يمكن أن يعمل. وتم استخدام العديد من الوسائل وقياس نسبة التبخر ونسبة البخار المنبعث، وكذلك تم استخدام صور تم التقاطها بواسطة ناسا، وكذلك تم التعاون مع العديد من الجهات والمعاهد العلمية المختلفة، وكان لدينا نتائج جديدة وغير معتادة. واتضح أن يمكن أن رؤية نسبة الانبعاثات بشكل واضح من الفضاء، والتي كانت مرتفعة في هذا الوقت. وهنا يجب استخدام التكنولوجيات المختلفة، وأصبح من نحتاج أن نحلل تلك البيانات حتى نصل إلى نتائج إيجابية. وكان لدينا 4 فرق وأربع حكومات، وكان يجب أن تتعامل جميعها بطريقة تعاونية لفحص كل تلك البيانات.
إذا لكي أستخدم كلمتك سيدي الأمين العام، لا يمكن أن يكون هناك غش في استخدام هذه الأنظمة. هذه هي أول قاعدة بيانات دولية في شأن تغير المناخ. ويمكن أن تروا من خلال هذه الصور، من خلال هذا الفيديو الذي تم عرضه هذا الصباح، نحن نركز على التسهيلات الفردية التي يمكن تقديمها من خلال المساهمة في حل تلك القضايا. نحن أيضا نفكر في التسهيلات الأخرى وكيف يمكن السيطرة والتحكم في الانبعاثات الخاصة بكل جهة أو كل هيئة منفردة. هناك يجب على المجتمعات المحلية أن تهتم بهذا الأمر وأن تستخدم هذه البيانات، ويتم عمل تصنيفات ومقارنات لمصادر الانبعاثات المختلفة والقطاعات المرتبطة بها والمؤسسات التي يجب أن تشارك في هذا العمل، ونحن نقوم بذلك من خلال وجهة نظر واقعية ودولية. ويشمل هذا العديد من الدول، ونقوم بمقارنة النتائج، ونتمنى من أي فرد أن يكون موجود في هذا العمل. نحن نحاول أن نقدم البيانات المختلفة التي يحللها العلماء والتي يقوم وننظر إليها ونتعامل معها بشكل كبير. أيضا كل تلك البيانات يمكن الحصول عليها من على شبكة الإنترنت ومن على الموقع الخاص بنا، ويمكن أن نلاحظ القطاعات التي تمثل المصدر الرئيسي للتلوث. يمكن أن نعرف هذا ونعرف كل دولة تساهم في نسبة التلوث. لدينا أكبر 50 جهة ملوثة في الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، هذه هي أكبر 50 جهة ملوثة في الاتحاد الأوروبي. وأيضا يمكن أن ننظر من خلال دولة بدولة، وكما يظهر أن أكبر دولة ملوثة هي الصين، يليها الولايات المتحدة. وهنا كما نرى هناك أصبح هناك المزيد من الدقة، وأصبح هناك مزيد من الدقة في قياس انبعاثات الغازات مثل غاز الميثان على سبيل المثال. وهذه القياسات تمت عبر دراسة للست سنوات الماضية، وتم الاعتماد على أكبر 14 مصدر لهذه الملوثات. ووجدنا أن انبعاثات الغاز يمكن أن تتضاعف، انبعاثات الغاز قد تتضاعف، والآن أصبحت الانبعاثات أكثر 3 أضعاف مما تم تسجيله بالفعل. وهناك نسبة 51% من هذه الانبعاثات تم تسجيلها. إذن هذه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهذه انبعاثات الميثان. ماذا توضح تلك القياسات؟ إنها صادمة بالفعل، وهي مهمة، وتوضح أن هناك زيادة في انبعاثات الميثان، وإنها تضاعفت نسبتها بالمقارنة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كان هناك خرافة بين العلماء حول أسباب هذه الانبعاثات ومن أين تأتي.
هذه المصادر أصبحت معروفة ومحددة بالنسبة لنا. ودعني أقول أن حوالي 100 دولة قد وقعت على تعهد الميثان في غلاسكو، ونحاول أن تنفذ هذه الدول وأن تنفذ تعهداتها التي تم قطعها في غلاسكو. لدينا أيضا أول قاعدة بيانات خاصة بمصانع الصلب، ويتم قياسها بالطن، وهذا على مستوى العالم. لدينا أيضا دراسات وإحصائيات حول الشحن في كل أنحاء العالم، وكذلك انبعاثات التي تخرج من مكبات النفايات. استطعنا أيضا أن نقيس ليس فقط الانبعاثات ولكن كيف يمكن التعامل معها أيضا. لدينا هنا خريطة لا تتعامل فقط مع الانبعاثات ولكن تتعامل مع مصانع الصلب وكيف يمكن أن تساهم في قضية الانبعاثات وكيف يمكن أن نقلل من نسبة انبعاثات الكربون. بالطبع الكفاءة مطلوبة لمنتجات هذه المصانع، ولكن يمكن استخدام تكنولوجيات تقلل من انبعاثات الغازات، ويمكن أن نرى أن هناك يمكن استخدام مزيج من الوقود الأحفوري والوقود المتجدد. وأيضا نتحدث عن التعاون بين دول العالم، ويمكن أيضا أن هذا يكون هناك دور للعمل التطوعي. والكثير من مصانع الصلب يمكن أن تساهم في استخدام تلك التطبيقات والتكنولوجيات التي تقلل من انبعاثات الكربون. إذا نعتقد أن هذه الأشياء أحد الأشياء المهمة التي يجب أن نضعها على الطاولة. وأحد الأمثلة حول هذا الأمر هي تتعلق بنسبة إنتاج طن من الصلب وكمية غاز الكربون الذي ينتج عن تصنيع هذه الكمية من الحديد. وهذا يعني أن بعض المصانع يمكنها أن تجد طرائق وطرق لاستخدام وسائل أكثر نظافة وأكثر محافظة على البيئة وتساهم في تقليل انبعاثات الغازات. هذه الشريحة تتعامل مع الوضع في فيتنام، وهي تعتبر مثالا بالنسبة لنا، حيث أن هناك أنشطة كثيرة يتم تناولها هنا في هذا الكوب، فإننا نركز بشكل أساسي على التمويل، وهذا التمويل يتركز بإيجاد مصادر طاقة بديلة ومصادر طاقة متجددة. لماذا لا نبدأ يجب أن يكون لدينا بداية للتعامل مع أكثر الملوثات. يجب أن نبدأ في تقليل الانبعاثات الأكثر تلويثاً للبيئة. ولدينا أيضا السفن، كل سفينة كبيرة في العالم تؤدي إلى زيادة الانبعاثات وزيادة التلوث. هنا ننظر إلى نوعان من السفن وكمية الانبعاثات والتلوث الناتجة عن كل منها. هنا يتضح لنا أن يمكن استخدام تكنولوجيات وآليات تقلل من الانبعاثات التي تخرج من السفن التجارية، وكذلك يمكن أيضا للسفن أن تتبع طرقا قصيرة تساعد في تقليل انبعاثات الغازات. لماذا نعتبر هذا أمرا مهما؟ لأنها نحن نعمل إلى زيادة الإنتاج ومع المحافظة على البيئة، وبصفة خاصة من خلال استخدام الحركة البطيئة للسفن، لأن هذا يقلل من انبعاثات الكربون.
إذا ما كان المستهلكين لديهم الرغبة في تقليل الانبعاثات، فإننا يجب أن نعهد إلى استخدام الحلول التي يجب طرحها على الطاولة. ونحن سعداء من الطرق المختلفة ومن البيانات التي حصلنا عليها لتقليل الانبعاثات، وهذا يتطلب التعاون والجهد من جهات مختلفة وأن تتعاملوا بشكل سريع. وكانت هناك بيانات تتميز بجودة عالية جدا لساهمت في تجهيز سلاسل الإمدادات المختلفة، ونحن نسعى لكي يكون لدينا صفر من الانبعاثات. وكيف يمكن، هنا سؤال، كيف يمكن أن نحقق نسبة صفر انبعاثات؟ ودعونا هنا نتحدث عن الأثر الخاص بتقليل الانبعاثات، ونعتقد أن البيانات الخاصة والمتاحة لنا قد تساعدنا في هذا الأمر بشكل كبير. وكل هذه البيانات تعتبر هي الركيزة الأساسية، ونحن نتيح الأمر للمستثمرين. إذا ما تحدثنا عن المستثمرين، فإن معيار صفر انبعاثات سوف يساهم بشكل كبير في حل قضية المناخ، ولكنه يتطلب 66 تريليون من الدولارات. وهذه أحد التعهدات الطوعية التي تم التصديق عليها، ومن خلال قياس، وإذا ما عرفنا من أين تأتي الانبعاثات، فإننا هنا نستطيع أن فإن هذا يستطيع أن يساعد في حل المشكلة. وأيضا لدينا منظمات غير حكومية ونشطاء يمكن أن يساعدونا في هذا الأمر، ولكن يتم اختيار مؤسسات علمية ومؤسسات وشركات لديها علم ومعرفة تساعدنا في وضع البيانات اللازمة، والحكومات لا يوجد لديها بيانات دقيقة حول الانبعاثات الخاصة بها، وهذا ما نوفره نحن. حوالي 79% من الانبعاثات من دول ليس لديها تعهدات بالوصول إلى نسبة صفر انبعاثات، لذا يجب أن نساهم في تقليل الانبعاثات، وهذا بالاعتماد على التقارير الوطنية وكذلك البيانات الدولية التي يتم تقديمها، وأيضا بالاعتماد على التقارير الذاتية. ولدي أستطيع أن أقدم لكم ما نقوم به حتى يتثنى لكم أن تفهموا حجم المعلومات التي يمكن أن نقدمها. الصين على سبيل المثال قبل المفاوضات في 2015 كانت مدركة أن البيانات التي قدمتها ليست بيانات دقيقة، حيث أن انبعاثتهم من الغازات كانت أكبر بكثير من التقديرات التي قدموها، وهذا معناه أنه لم يكن هناك الموارد الكافية ولا البيانات الكافية التي نستطيع من خلالها التحقق من تلك المعلومات. أي دولة تطلب مساعدتنا، فإن مؤسسة سباق المناخ تستطيع أن تقدم كل ما يمكن، وهذا بشكل مجاني. نحن أيضا نقدم هذه المساعدة للعديد من المؤسسات والمنظمات، وأي مؤسسة أو جهة تطلب المساعدة. علينا أن نبني قدراتنا، ونحن نعمل مع 6 مؤسسات حتى الآن. ليس هناك نموذج واحد يمكن اتباعه مع جميع البيانات، وهذا يمكن أن يكون ممكنا بسبب الدعم الذي يقدمه لنا شركاؤنا، وشركاؤنا مثل مؤسسة جوجل وغيرها. وأيضا نحن نحاول أن نقدم هذه المعلومات بشكل منفتح ومجاني للجميع.
لدينا أيضا مؤسسة جوجل. كل جهات التمويل هنا يتم تعريفها على موقع الإنترنت، ولدينا كل التكنولوجيات المطلوبة، ولدينا النماذج المختلفة التي تساعد في تقليل الانبعاثات بنسبة 50% بنهاية هذا العقد، وهذا يساعدنا إلى الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ونحن قادرين على حل هذه الأزمة، لأننا بمجرد أن نصل إلى صفر انبعاثات فإننا ستحل لدينا الكثير من المشكلات، وبالتالي سوف يكون هناك انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر الأعوام القادمة. لدينا الآن طفرة، وتبنت بلادي العديد من القوانين والتنظيمات، وفي سبتمبر أستراليا أيضا تبنت قانونا جديدا لتقليل الانبعاثات بنسبة 43%، ومنذ أيام قليلة تبنت البرازيل أيضا مبادرة جيدة جدا لتقليل الانبعاثات، وهذا بعد انتخاب الرئيس لولا دي سيلفا. وبعد كلمة لا يمكن أن تأتي كلمة نعم، ونحن ننتقل الآن إلى كلمة يس لإنقاذ أطفالنا وإنقاذ الأجيال القادمة، ونحن نقوم بالعمل لحل هذه الأزمة، ونتمنى من مؤسستنا أن تكون فاعلة وهي موجودة الآن، ونتمنى من كل المؤسسات والمجتمعات أن يكون لديها القدرة للتعامل والتواصل معنا بشكل مباشر، وأن تكون هناك إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية هي في حد ذاتها مصدر متجدد. وشكرا.